طبعا اليوم واصل المنتخب الوطني ثاني وحداته التدريبيه على امل انه يكثف ويصعد من وحداته التدريبيه مع مرور الايام. بعض الاحيان تكون التدريبات وقتها الزمن يكون قصير من اجل تطبيق بعض الواجبات الفنيه، لان تعرف دائما تكون هناك محاضرات نظريه من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين تسبق الوحده التدريبيه، على امل ان تطبق على ملاعب التدريب في المدينه الرياضيه. بالنسبه للاصابات اللي حدثت بقت مفاجئه من يوم امس، لكن الجهاز الفني تلافى هذا الموضوع من خلال جاهزيه اللاعبين المتواجدين عندنا، فبلغوا اللاعبين اللي انضموا الان اللي هم مصطفى ناظم من يوم امس، وايضا اليوم شارك ايضا حسين علي، والتحق ايضا اليوم بعد وصول عدد من اللاعبين المحترفين هم امير العماري وميرخاز دوسكي وايضا ريبين سولاقه. فاعتقد حاليا العدد جيد بتواجد 25 لاعب اذا ما استثنى دانيلو سعيد وسعد ناطق اللي ايضا اليوم غاب عن تدريبات اليوم، وموضوع مشاركته يعني باتت مؤكده انه عدم مشاركته في مباراه اندونيسيا. في حال استشفائه خلال الايام القادمه قد يشارك في المباراه الثانيه، يبقى الامر متروك ما بين المشاوره من خلال الجهاز الطبي والجهاز الفني. لا، في كره القدم الحديثه الان اصبحت لا يوجد فريق سهل او مواجهه سهله، دائما كره القدم هي لعبه معقده لطالما هناك يوجد المنافس، وبالتالي المنتخب الاندونيسي لو تلاحظ نتائجه السابقه يعني كانت نتائجه مميزه، وايضا هو يعتمد على مجموعه من اللاعبين المحترفين المغتربين ايضا اللي متواجدين في هولندا وفي اسبانيا وفي انجلترا وايضا في كوريا الجنوبيه، اضافه الى طاقم تدريبي كوريا الجنوبي. اعتقد المنتخب الاندونيسي يختلف عن المنتخب الاندونيسي اللي واجهناه قبل 4 أو 5 سنوات، وعموما هي منتخبات جنوب شرق اسيا منتخبات متطوره كره قدم حديثه، وبالتالي انا اعتقد انه لازم نستثمر عامل الارض والجمهور وبدايتنا الاولى في التصفيات بانه نستغلها بالظفر بالثلاث نقاط الاولى، لان هي اللي حتكون حافز لنا في مواصله المسيره والتاهل عن هذه المجموعه.